الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. رصد تقرير لمنظمة أوبك انخفاض إنتاج الدول الأعضاء 13 في المنظمة من النفط في شهر كانون الثاني الماضي بمقدار 49 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28,876 ألف برميل يوميا. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك فإن أكبر انخفاضات جاءت أولا من السعودية، إذا انخفض إنتاجها النفطي نحو 156 ألف برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض بلغ 46 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4,424 ألف برميل. وأشار إلى أن الدول التي ارتفع إنتاجها جاءت نيجيريا على رأس المجموعة بارتفاع بلغ 65 ألف برميل يوميا، يليها أنغولا بارتفاع بلغ 47 ألف برميل يوميا. أعلن البنك المركزي العراقي عن تعويض المصارف وشركات الصرافة مبالغ نقدية من جراء تسلمهم حصتهم الأسبوعية بالأسعار القديمة بعد خفض سعر صرف الدولار. وقال البنك المركزي بأنه قرر تعويض المصرف أو شركة الصرافة والتوسط في بيع وشراء العملة الأجنبية بفارق سعر الصرف البالغ 150 دينارا عن كل دولار من الحصة الأسبوعية التي تم تسلمها خلال المدة من 5 إلى 7 من شهر شباط عام 2023 حصرا. وأضاف أن القرار يقتضي أن يقوم المصرف أو الشركة بتقديم كشف يتضمن تفاصيل المبالغ التي تم شراؤها نقدا من النافذة خلال المدة المذكورة ولم يتم بيعها خلال الأيام المذكورة، وتم بيعها أثناء وبعد تاريخ 8 من شهر شباط بسعر الصرف الجديد. حذر خبراء اقتصاديون من لجوء حكومة بغداد إلى الاقتراض الداخلي أو طبع عملة جديدة من أجل تأمين رواتب الموظفين. وأوضح الخبراء أن عدم السيطرة على عملية تدوير العملة العراقية سيجعلها عاجزة عن تأمين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وأن ذلك سيدفعها إلى اتخاذ أحد قرارين: الأول هو إجراء عملية الاقتراض الداخلي، أما الثاني فهو التوجه إلى طباعة عملة جديدة. وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يلجأ لطبع عملة جديدة بهدف الحصول على النقد الكافي الذي يمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين، محذرين من خطورة هذه الخطوة التي ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في العراق بصورة سيئة. كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية للعراق هي 76 مليار دولار. وقال صالح إن الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا تقدر بنحو 55 مليار دولار، مبينا أن نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة. وأضاف صالح أن الدين العام الخارجي الواجب الدفع بين الأعوام 2023 وحتى 2028 يقدر بنحو 23 مليار دولار. أعلن لبنان أنه سوف يتوقف عن تصدير البصل إلى العراق مع ارتفاع أسعاره محلياً. وقال وزير الزراعة اللبناني إن أسعار البصل ارتفعت إلى 70 ألف ليرة لبنانية للكيلو الواحد، ما دفع حكومة تصريف الأعمال إلى إيقاف تصديره إلى العراق باعتباره المستورد الأول للبصل اللبناني. يذكر أن العراق بدأ يستورد الخضار والفواكه من لبنان بناء على مذكرة تفاهم بين البلدين بتسليم مادة الفيول النفطي إلى لبنان لتشغيل محطات التوليد مقابل تزويد العراق بما يحتاجه من الخضار والفواكه والمستلزمات الطبية. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
جزيل اللقاء.